Peggy 18. لطالما قيل لنا أن الأمور ستؤول إلى ذلك. في يوم ما كل ما عرفناه قد ينتهي. كان سلاحاً فيروسياً. بدأنا نسقط واحداً تلو الآخر. مزق البشر بعضهم البعض من أجل البقاء، حتى أن المجتمع انهار كما نعرفه. كانت إشارة أن الحياة الطبيعية التي نعيشها قد انتهت. يتم تفعيلنا كملاذ أخير. نحن The Division. لا نعرف كم بقي منا هنا أو العدد الذي نحتاجه لإنقاذ ما تبقى، ولكن هناك شيء واحد نعلمه. لن يكون هناك أي أمل بالغد إن لم نحارب من أجل اليوم.